هبر وزيرد ودولة الصومالية كترسن ومحفل ميل لما رأيه وببليك مردي قوش اللغو سيحانيه سروالكي رقو أي قوش اللغو سيحانيه حتى ما سروالكي بناك اللغو بحي وسروالكي سريرتا أي اللتا أغنطا هايوسكو سوريسا مركزي سوشيال ميديا ها سوردي جيسا حتى إن أذيك يحشود الرضا يسريك لأنت وحي قادي هير كاسي قادي حتى الدمر عادي ما وإسلام لحدن شركة وين محاكو هري محاكو هري ودأدنا السوق وين ومحاضر هذه نيسا رسالة أي ديريسية فرينتا أي ديريسة هورتا سمتقى نادي وفرين رسالة حنبار سنتا ماها بلاش ماها رسالة حنبار سنتا برنامج واي والواحد اسوي ديسا دمر كي صومالي ذا مركي كنتون طافان وليحدن قاران وأي سياسة هويستان وبابكا قلان والواحد اسوي ديسا محاد دين تكو ديري ما حد دين تشقق وقديري، ما حوحين الجرنين أي أقليان، ما حي قيم كي أخلاق ده ومدة ويرريان، ما حي قال أي قشن كذا قصة أورور سنيان بل سويدي إمي صدمر على جق قوانا يا دين تيله، إمي صار على جق قوانا يا نكتشو نحقد صعطة نمعاد قال لي زال لقى علينايا حقيل لقى علينايا، واحد جرن كرتاب برنامج هو برنامج أيجا كسر يا ك أيجا كفك واي. هل دولة أو دولة ده رجلبيت ككم ده؟ وحيقضي يا رسي برنامج كاسين وصوماليا كهير جرو أو قوانين لقديقو؟ أنت سو مليون أو دولار بيقضي يا رسي؟ قار كم ده نبحي قار كم ده نقضي يا ريه؟ هل دولة أو يوروب كم ده وقت؟ ورمحا إذن كجاله محا أمدن كربتها. هبر وريرته ولا أركشري. روح لليرو وريرنا ولا أركي تشري، أضي وريرنا ولا أركي تشري، لكن أنا يوم بدنا ليا بناها وحيتها، ده كان نوع أور السنة قابك ويا له، عد حل قريبتي صدح مدوعي، صدح مدوعي، إن لقصبي أولي ده كان نوع سوكلا حل نوجديد، ومعنى هذا النقطة يو. ومدن أظهر شوك تاي سيدة دبا تلدى إذا أمدك كلا عليه موية أدو خيار مليهت ما يئه تدك النوع عنو كلا إن أمد هر كنتو وحوغا مصلحة أبطاف ستاي وطانا معنى هذا وحوهي أمد مستقبل كذي الدين تذي أخلاق ذي أكتا ذا سوق يلا وإيب يا إيقا قدنية تصدح هذه وحوي ذاتك النوعان وكالية برنامجتي واتان بابد وافق سنتهاي وابك لقم منتهاي صدح خيار او مدبمتك كالي كحوي يهي واي ورمدي اوي اوي ذاتك كالم حاد ذاتك نهور كياني امدا محلو قهر وضع محلو قسو العلين يا بل سويدي برنامج عجيب بسم الله الرحمن الرحيم وحن ربا إنا وحير كإراد أرن مالمان سو نق نقنيس ويقدم بيس الشلي لغا حدلي شنتي سبتمبر لبادكون لبي لباتنك وزارة دا هاوينك يهور مرنت حقوق دا آدنا وحي قبطي شروين قرن أو نوده فري رئيس الوزراء حكومة دا حمسي عبد البره واللوغة هاد لاي قرار كتير سيديسو يهي سدح يتمن شاني اللباطن أو هاوينكا نبادا إي أمنيقا نسيموناك شركة وحكا هاد لاي قدومي كوحيقينك كوباد يقولها شعبك برلمانك جمهورية فدرال الصومالية مدام سعدية ياسين حاج سمنتر وآه هوغانك أغسر رأيه هوانك صومالية
oo ah fursada ay dumarka Soomaaliyeed maanta haystaan iyo dad kale qaban qaabadeedana waxa lahaa qaybaha kala duwan ee dumarka Soomaaliyeed laga bilaabo maalintaas waxa is soo taraayo warar soo noqnoqnaay oo ka imaanaya kuwa magac culuma sheegta oo Yurub iyo Mareykan qolal ku xiran oo siyaasadaha ka hadla iyo rabitaankooda oo aan ku salaysanayn diin kuna dhaleeceynaya madaxda qaranka iyo hoggaanka ugu sarreeya haweenka Soomaaliya waxa soo weheliyay shalay oo jimca ahaydna inuu ka hadlo Sheekh Umul Sheekh Umul diinta islaamka waa nasteex wararka ay sheegayaan maalmahan annaga ugama qaadanayno inay nasteexadii diinta ay wax ku sheegayaan koow waxay ka hadleen surwaal waxay og yihiin ummada Soomaaliyeedna og tahay iska dhaaf dumarka Soomaaliyeed yar iyo weyn inta surwaal xiran oo golayaasha dawladda iyo hay'adaha dawladda ka shaqeeya la cadad wala xisaab dunida muslimka marbooyinka ugu sareeya ayaana saraawiisha xiran surwaalka shalay laga hadlay kama duwana saraawiisha shirka 5 September la qabtay wuxuu ahaa haweenka nabadda iyo amniga mana ahayn shir looga hadlayo xadgudubka jinsiga taasoo lagu dhaleeceynayo hoggaanka ugu sarreeya haweenka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka koowaad hoggaamiyaha siyaasadda beesheed aqlabiyadda baarlamaanka madam Saadiya Yasiin Xaj Samantar waxaan ka qaadan lahayn haday nasteexad tahay laakin uma aragna nasteex magaca culimada Soomaaliyeed ayagoo sheeganaya kama hadlin ilmihii iyo waalidkii iyo dadkii guryahooda iyo ayagaba la isku gubay caruur Soomaaliyeed oo jawaano ku guran ayagoo la gubay inay arkayeenna jimcayaasha kama aysan hadlin qololkana uguma aysan hadlin ay ka qayliyaan habeenkii eelasha dad iyo dunyo ay ka cabaan oo la gubo kama hadlaan gabdhaha Soomaaliyeed ee 3 jirka ah iyo 5 jirka ay gudoomiyaha sheegtay iyo kuwa 12 jirka ah oo tacdiyada loo geystay kuwa la jarjaray oo digsiye lagu daboolay kuwa la dabaqiyo laga tuuray iyo kuwa inta la soo tacdi lagu sameeyay haddana waalidkood ayagoo meedkoodii la duugay ay dib u arkeen oo jarjaran intaba kama aysan hadlin culimadeen sida aan sheegay oo ku celinayo way badan yihiin dumarka hay'adaha dawladda ku jira saraawiishooda wayna badan yihiin kuwa caalamka islaamka madaxda ka ah oo madaxweynayaashu qabaan oo saraawiishooda kuwa madaxda ah oo hoggaanka dalka ugu sareeyana maantaan haysana diinta islaamka nasteexada marka laga hadlayana qaraabada iyo ehelka hoosaa laga bilaabo kuwa xadka gudbay oo ehel iyo qaraabo ay ahaayeen jira oo diintana xagga u dhaaf weligood nasteexo hoose iyo mid kor ayagoo siinayana lama arki ma waxay is yiraahdeen madam Saadiya gudoomiyahay iyo Khadija Maxamed Diiri 0.5 waayo culimadu nasteexaysa dadkoodu ma lah diintu se 4.5 man horta ka bilaaba kuwiin xadkii gooyay annagana nasteexa noo muujiyo oo ubadkeena la gubay iyo hooyooyinkeena iyo ceelashana la ka duugay ee dad iyo dunyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan maanta u taagan yahay ka hadla hadda diin ka hadlaysan
kacdoonka shacabka argagixisada ka hadla hadaydan idinku kamid ahayn kuwaaba dhawaaq idinka rabo kuwaaba la rabaa inaad ku garab istaagtaan dagaalada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ay maanta ku jiraan yareed inaad fahmi kartaan wax badan oo ummada Soomaaliyeed maanta ay fahmayso idinkaan idin nasteexaynaa aw xirsiga qololka ka qayliyo iyo Sheekha masaajidada ka hadlayo nasteexa dad rabtaan idinkaan nasteexa u baa waan ku celinaya hadii cidii loo nasteexaynaa idinka u baahan nasteex mararka qarkood waxaan isiri Sheekh Umul wuxuu afka u furtay hadda ka hor buu yiraahdo wasiirka dhalinyarada iyo sportiga ah isagoo lacag soo qaaday dawladdan u wada dhahay buu halkaan yimid muxaadaraan ku qabanaya buu yiri wasiirka dhalinyarada iyo sportigaan ah maalintu yiri muxaadaraan ka qabanaya dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan baa ooyneysay aski almas elmanu aha ma u garanaynin taasan u baaji oo dawladdana aan dib ugu celiyo in aan maalinta baroorta dhalinyarada Soomaaliyeed aan dacsigaaga lagu soo beegin ilaa aan meedka ka aasanno way duubantahay meel kastana way ku jirtaa kuma bedelan kartid Khadija surwaal wadata surwaalku waa baday diintan waxba uma dhimo labo aan kugu nasteexaynaa habar baad tir awo iyo maalin salaad kasto aan dukado ilaahay waxaan ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad habarnimadu waa darajo allah subhanahu wa ta'ala ayaana ugu mahadiyaa oo habar habar dhaaftaan ahayo ayeeyaan abuulan baan ku sii socdaa habarnimadu faan iyo amaan bay ii tahay aan ku nasteexaye dib ugu noqo waxa ummada soomaaliyeed ka sugay cilmiga ilaahay ku baray waxaan filayaa inuu la yanfac yahay waxba kuuma tarin haduu wax kuu taray nasteexada meeshay jirtaad aadi lahayd wabillahi tawfiq.